وسط أجواء من الحزن، الفنان تاهور يودع جثمان ابنته الراحلة. إليكم التفاصيل. فقد شيعت قبل قليل من ظهوره يوم الاثنين 30 ماي جنازة نجلة الفنان عبد اللطيف طاهور الراحلة، التي وافتها المهنية صباح اليوم بالمستشفى العسكري بمراكش بعد معاناة مع المرض. وودع الفنان المراكشي مرفوقا بالعشرات من أصدقائه وأقاربه ومحبيه جثمان الفقيدة وسط أجواء من الحزن بعد أداء صلاة الجنازة، وقبل مواراة جثمانها إلى الثرى بمقبرة الإمام سهيلي. فقد خطف الموت اليوم الاثنين ابنة الفنان الشعبي طاهور بعد صراع طويل مع المرض. وكشف القائمون على حساب الفنان طاهور بتطبيق الإنستغرام أنه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة ابنة الفنان طاهور صباح يوم الاثنين. وبهذه المناسبة الأليمة يشكر الفنان طاهور كل من تقدم له برسائل المواساة والتعزية من داخل أو خارج أرض الوطن. إنا لله وإنا إليه راجعون. فبعدما أعلنت وسائل الإعلام المغربية عن وفاة الشابة المغربية ابنة الفنان عبد اللطيف طاهور عن عمر يناهز 18 عاما في المستشفى العسكري بمدينة مراكش، تساءل الجمهور ومحبي الفنان عن سبب الوفاة، وقد كشفت مصادر مقربة أن سبب الوفاة كان معاناتها مع مرض عضال ألم بها.